يا الله، السلام عليكم. اللي يخاف من اذى الجن، يعني طاب او ما بيشي ويخاف او يشك او يحس بنفسه مسحور او عليه تاثير من الجن، 20 لتر مي تعلقه من صورة ابراهيم زائد حديث الكساء، قول وجه الله تعالى ثواب سيرة فاطمة الزهراء، تشرب من هذا المي قلاص الصبح قلاص بالليل، وامشي الصلوات يومية الف الى روح سيرة الزهراء باذن الله تعالى، ايام قليلة وترجع لحياتك الطبيعية. السلام عليكم ورحمة الله.